لابد أن نحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. 我们必须要按照使者教授的教法来判断. المسلم لا يرضى إلا بحكم الله سبحانه وتعالى. 穆斯林只喜悦安拉的判决. ويتحاكم إلى الشريعة. 按照教法来做事情. ولا يمكن أن يحكم غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. 不允许 用使者传达的教法以外的法律来判决. لا يدفع رشوة يعني مال حتى يحكم له هذا بالباطل. 不允许有腐败贿赂的行为. فإذا تنازعنا في شيء الأصل نحكم الشرع. 如果出现纷争，应当公正的找按照教法来判决. ونرضى بالحكم. 应当喜悦公正的判决. لا يمكن أن نحكم القوانين. 不允许用其他的法律来判决. لو حكم القانون لك بالباطل لا تأخذه. 如果其他的法律的判决，我们不其他阿拉以外的法律的判决。حتى من قالوا خذ هذا المال هو لك وأنت تعرف أنه ليس لك لابد من إرجاعه. 即使其他的法律的判决对你是对可以让你获得一些收益，你不能接受。نعم.